الرئيس، السادة الأساتذة الأفاضل، زميلاتي، زملائي، الحضور الكريم كل باسمه وصفته. ارتأت كل من جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وكذلك المرصد الوطني للمرافعة بالمحمدية وملتقى المحامون بأكادير وبشراكة مع جمعية إعلامية العدالة تنظيم هذا اللقاء التفاعلي المتعلق بملف الصحراء المغربية. لا يسعني في البداية إلا أن أشكر الجميع على حضورهم لهذا اللقاء. موضوع ديال الندوة اليوم أو اللقاء التفاعلي التكويني لهذا اليوم يتعلق بملف الصحراء المغربية. ارتأت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وكذلك المرصد الوطني للمرافعة بالمحمدية وملتقى المحامين بأكادير وبشراكة مع جمعية إعلامية العدالة تنظيم هذا اللقاء التفاعلي والتكويني، على اعتبار أن قضية الصحراء الوطنية بغينا نخرجها من الجانب التعاطفي فقط، يعني ما ندافعش عليها لأنني مغربي فقط، وإنما ندافع على الملف الصحراء المغربية بناء على معطيات تاريخية اللي غادي ناخدوها من خلال هذا اللقاء التفاعلي، بناء على معطيات وحقائق قانونية اللي تعتمد على المغرب في الدفاع على هذا الملف أمام الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي بشكل عام. هذا النشاط نعتبره أنه يندرج في إطار الدبلوماسية الموازية اللي أصبحت يعتمد عليها المغرب في الدفاع على هذا الملف. في السابق كان الملف الصحراء يعتبر من الملفات اللي هو حكر على الدولة اللي تتمكلف به بجميع التفاصيل دياله حتى بمسألة الدفاع، ولكن مؤخرا الدولة نجت سياسة أخرى المتعلقة بجعل هذا الملف ملفا وطنيا يهم كافة شرائح المجتمع بمختلف مكوناته. أكيد بأن المملكة المغربية من خلال مجموعة من الخطوات ومن خلال مجموعة من المواقف التي قامت بها أكدت بالملسوم بأن هناك مسارا جديدا يتأسس على مستوى الوحدة الترابية، وبأن في مسألة الوحدة الترابية لا يمكن أن نتحدث عن حلول وسطى أو نتحدث عن مواقف مهادنة إما مع المملكة المغربية في وحدتها الترابية أو ضدها. وفعلا ظهر بأن المملكة المغربية خاصة مع مجموعة من الدول التي كانوا يعتبرون بمثابة شركاء خاصة إسبانيا أو ألمانيا، فإن الموقف المغربي من تصرفاتهم وتدخلاتهم كان حاسما وكان واضحا، بل أكثر من ذلك أظهرت المملكة المغربية نوعا من الصرامة لا شكلا ولا موضوعا، على اعتبار أن قضية الوحدة الترابية هي من استمرار ودوام الدولة المغربية، وعندما تتعلق الأمور بدوام واستمرار الدولة المغربية فإنه لا يمكن للأمور أن يكون فيها تساهل أو يكون فيها تراخي. وأكيد بأن بمثل هذه الصرامة في الدبلوماسية استطاعت المملكة المغربية أن تخلق وضعا جديدا وتخلق تحولات جديدة فيما يتعلق بالشركاء والحلفاء وكيف يتعاطي مع قضايا الوحدة الترابية.